واحد قسيس مع واحد شيخ التقى يوما، فقام القسيس الشيخ قال للقسيس، وكان طبعا أكلة جامدة ديك رومي ملوخية بالأرانب يعني أكلة جامدة جدا يعني، فقام الشيخ قال للقسيس احكي لنا قصة عيسى. فقام القسيس نزل في الكذب وجلس يحكي، والشيخ ايش يأكل، وهذا جالس يحكي والشيخ يعني هنيئا مريئا والداك عليهما منازل أنوار من التاج والحلا، جلس الشيخ. فلما انتهى الكذاب من كذبه كان الصحن بيسبح بيضاء لذة للناظرين، كان الصحن مغلق خلاص تمام. فالقسيس شالها فراسه قال له أردها لك يوما في قلبي نيته كذا، دعاه يوما لطعام. يلا بسم الله الشيخ يبدأ، قال له لا 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 نبغى قصة يوسف. قال له ولد ضاع ولقيوه. شافه هشتغل لك انا احكي لك قصه 50 سنة غيابات الجب ومش عارف شالوه، ضاع ولقيوه. نعم